شو عملتي لي فيها مناضلة؟ فيك تشرح لي أنا بشو غلطت؟ ومالك عرفانة كمان بشو غلطتي؟ وين الغلط؟ لا حملنا سلاح ولا ضربنا حدا، حقنا نعبر عن رأينا. تعبري عن رأيك قلتي لي. والله أنا بستغرب، أنتوا المفروض نخبة مثقفة بتفهم، تتصرفوا بهالطريقة الغوغائية وما عندكن أي إحساس بأنكن غلطتوا. شو قلتي لي اسمه؟